أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة لافتتاح مهرجان التراث السنوي 26 الذي نظمته هيئة التراث والثقافة والآثار مساء اليوم في القرية التراثية بالقرب من قلعة عراد بعنوان ذاكرة المحرق. وقد أكد سموه أن هذا المهرجان السنوي يلقى كل الدعم والرعاية من جلالة الملك المفدى، ما يعكس مدى الاهتمام بمقومات وعناصر الهوية البحرينية الخالصة والعمل على حفظها لتبقى عراقتها وامتدادها عهدا تتوارثه مختلف الأجيال. وأكد سموه اعتزازه بتخصيص مهرجان هذا العام للاحتفاء بمدينة المحرق وما تحمله هذه المدينة من ذاكرة وطنية وثراء ثقافي وتراثي، خاصة وأن المهرجان يتزامن هذا العام مع الاحتفاء بالمحرق كعاصمة للثقافة الإسلامية. وقد أشاد سموه بما تضمنه المهرجان من فعاليات تعكس دور المحرق وإثراءها للحراك الثقافي في مملكة البحرين، بما ضمته هذه المدينة العريقة في فترة مبكرة من تاريخ البحرين الحديث من مؤسسات ومرافق كان لها الدور البارز في دعم المناخ الفكري والأدبي والعلمي. وقد قام سموه بجولة في أرجاء القرية التراثية ترافقه معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة الثقافة والآثار بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، كما اطلع سموه على مجموعة من مقتنيات متحف البحرين الوطني إلى جانب عروض للفنون الشعبية ومعرض الصور الفوتوغرافية للعمارة بالمحرق. وقد أثنى سموه على الجهود التي بذلتها هيئة الثقافة والتراث في تنظيم المهرجان، متمنيا سموه للهيئة كل التوفيق والنجاح فيما تقوم به من أنشطة وفعاليات تبرز الوجه الحضاري لمملكة البحرين وتراثها الأصيل. وبمناسبة انطلاق فعاليات المهرجان، رفعت معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار أسماء آيات الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لحرص جلالته الدائم على تعزيز مكانة تراث مملكة البحرين وإرثها الإنساني العريق، موضحة أن الرعاية السامية لجلالته للمهرجان سنويا منذ انطلاقته تعكس الرؤية الحكيمة للارتقاء بالحراك الثقافي البحريني. كما وأعربت معاليها عن شكرها العميق لسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة لحضوره وافتتاحه المهرجان نيابة عن جلالة الملك المفدى. وأضافت معاليها أن التراث هو منبع للافتخار ويجب الاهتمام بتنميته، مشيرة أن ما وصلت إليه المملكة من إنجاز إنما هو نتيجة لتواصل حضاري ممتد لآلاف السنين منذ حضارة ديلمون وحتى اليوم.